كتير مننا بيتعرض للحساسية الموسمية نتيجة تغيير الفصول، خصوصا في دخلة الربيع، وده بيحصل بسبب ان جهازنا المناعي بيتعرض سواء للتراب او الرياح اللي فيها حبوب اللقاح. بتظهر علينا شوية اعراض زي ايه؟ زي ان احنا بنعطس او بنكح او بيبقى في حكة في الانف. طبعا في الحالات الشديدة لازم نلجأ للطبيب عشان يدينا الدواء المناسب، لكن هل في حاجات ممكن نعملها او ناكلها تقلل من الاعراض دي؟ ده اللي هنعرفه مع بعض النهارده. تعالوا مع بعض نعرف ايه الاغذيه اللي ممكن تقلل من اعراض الحساسيه الموسميه. طبعا احنا قلنا اعراض الحساسيه الموسميه بتبقى شبه اعراض البرد، بس يا ترى صحابي عارفين يعني ايه حساسيه موسميه اصلا؟ قولي يا محمد، تفتكر ايه الحساسيه الموسميه دي؟ برد. شبه البرد فعلا. يعني بنحس بايه يا يوسف؟ بنحس ان احنا عايزين نكح. برافو. عمرك قبل كده جات لك حساسيه لو اكلت حاجه؟ لا. دايما الحساسيه بتبقى ليها شويه اعراض كده كلنا بتجنن، زي ايه؟ ان احنا نحس ان احنا عايزين نهرش شويه او نحك الجلد بتاعنا، ساعات بيبقى فيه احمرار، ساعات بنكح جامد. كل ده بسبب حاجه بتحصل في جسمنا اسمها الهستامين. طب الهستامين ده ايه اللي ممكن يقلله عشان نقلل من اعراض الحساسيه؟ التونه. فكروا كده ايه اللي موجود هنا ممكن يقلله؟ البيض. البيض، برافو. بس البيض عشان فيه فيتامين د. نعم؟ مكسرات. مكسرات. بس أنا عايزة أقول لكم بقى، الأول المكسرات فيها كمان غير إنها بتقلل الهستامين أو الالتهابات، فيها أوميجا 3، والأوميجا 3 دي بتخلي إن إحنا الذاكرة بتاعتنا تبقى قوية ومصحصحين، وكمان بتعمل حاجة مهمة جدا. هي إيه؟ إنها بتزود مادة اسمها السيلينيوم في جوه جسمنا، ومادة السيلينيوم دي بتقلل من أعراض الهستامين اللي إحنا لسه قايلين عليه، عشان كده بتقلل من الحساسيه. مش احنا قلنا من اعراض الحساسيه ان يحصل حكه او احمرار او ان احنا بنكح او نعطس؟ صح. صح، برافو. طيب اللي كمان زيه الاسماك الدهنيه زي التونه. طب لو احنا ما بنحبش التونه ناكل المكسرات. مين فيكم ما بيحبش التونه؟ انا بحب التونه. انت بتحب التونه، برافو عليك. وانت؟ انا بحب التونه. وانت بتحب التونه. طب حلو جدا، انتوا اصلا اطفال شاطرين جدا. طب علشان ناخد بقى قيمة غذائية عالية جدا من التونة، ممكن نعمل ميكس ان احنا نحط شوية مكسرات عليهم، ولو ما بنحبش كده مش لازم، يبقى كفاية علينا النقنق، وبعدين نزود عليهم القرنبيط. حد يتخيل ان القرنبيط ممكن يكون بيقلل الالتهابات؟ احنا متعودين دايما ان احنا ناكل القرنبيط كوجبة او ان احنا نعمله بيض، لكن احنا ممكن نسلقه ونحطه جوه السلطة بتاعتنا او ناكله كده كتسليه، فده بيزود من مناعتنا ضد الحساسيه. في كمان العسل. انا عايزه ادوقكم كده، تاخدوا لكم معلقه عسل قبل ما نبدا في السلطه الحلوه اللي انا هقول لكم عليها. اتفضل. مين هيجرب العسل؟ اتفضل. انت شاطر اصلا، هتاخد المعلقه. عايزين كده مع بعض نبدا نقشر البيض المسلوق، علشان اقول لكم بقى ان كمان البيض، ماشي، ان كمان البيض بيدخل من ضمن الاغذيه اللي بتقلل اعراض الحساسيه. عارفين ليه؟ خدوا قشروا كده وانتوا بتقولوا لي. عشان البيض كله بروتين، والبروتين مفيد، وفيه كمان فيتامين د، وفيتامين د ده بيقلل من التوتر بتاعنا وبيخلي مزاجنا حلو. قشر يا يوسف، مش عارف تقشر البيض ولا ايه، وبيقلل الايه؟ التوتر بتاعنا والمزاج الوحش اللي دايما بيجي لنا ساعه الشتاء او في تغيير الفصول. يبقى احنا كده قللنا من اعراض الحساسيه، وكمان قوينا مناعتنا وقوينا جهازنا النفسي كمان. طيب هنعمل السلطه ازاي بقى؟ هناخد فلفل عشان هو مليان فيتامين سي، ونقطعه مع بعض قطع صغيره. فيتامين سي ده طبعا عشان يقلل اعراض البرد، عشان يقاوم مناعتنا، لان طبعا احنا مناعتنا بتضعف شويه لما الفصل الجو بتاعنا يتغير. نقطعه صغير كده. طبعا احنا ممكن نساعد ماما في البيت ان احنا بس نجيب لها الحاجه نغسلها تحت الحنفيه، صح ولا انتوا ما بتساعدوش مامتكم خالص؟ لا بنساعدها. بنساعدوها. طب بتعمل ايه بقى؟ بتساعدها ازاي؟ احكي لي كده. بغسل لها الخضر. برافو عليك. وانت يا يوسف؟ بغسل لها الحاجات وبجيب لها الحاجات.
ده انت شاطر قوي، ده انا كنت فاكراك بتساعدها ان انت بتاكل بس. طيب بعد ما قطعنا الفلفل، طبعا الفلفل الاخضر بيبقى مليان فيتامين سي عن الفلفل الملون. خلينا كده ايه نوسع لنفسنا ونحط ايه الفلفل. وبعدين عايزه اقول لكم كمان ان احنا ممكن ناخد الجنزبيل. حد عارف ده اسمه ايه؟ لا انا غششتكم دلوقتي على فكره. جنزبيل؟ جنزبيل. الجنزبيل احنا دايما متعودين انه بيبقى بودره، بس انا بحب ان انا اجيب الجنزبيل الفريش احسن، وخصوصا ان احنا يا ريت ما نخزنوش في الثلاجه بتاعتنا، لا احنا نجيبه كده طازه بطازه احسن، لان الجنزبيل فريش بيبقى فيه القيمه الغذائيه بتاعته عاليه. احنا بنقطعه كده وبعدين ايه بيبقى سهل اكتر في تقشيره. في كمان مضاد للالتهاب، فده بيقلل اي حاجه تحصل عندنا، عشان احنا لازم يبقى المكان بتاعنا اللي احنا واقفين فيه يكون نظيف. الجنزبيل بقى قلنا عليه ايه، ده عامل زي المضاد الحيوي، بيقلل الالتهابات او اي اعراض عندنا زي مثلا بنكح، بيزود كمان ان لو احنا في مخاط بينزل من الانف بتاعنا فده بيقلله، فبينظف الجهاز التنفسي بتاعنا خالص، فده بيخلينا ايه يحصل عندنا وقاية. شمم ريحته، ريحته جميلة اصلا. كمان طعمه حلو جدا. بنقطعه قطع صغيرة عشان ما نحسش بطعمها قوي، هي بتبقى فيها لسعة كده جميلة. بنحطها على السلطة بتاعتنا. خلصتوا تقشير البيت؟ برافو عليكم. نقطعه كده، مش هنحط كتير عشان ايه ما يبقاش بيلسع قوي. وبعدين ناخد البيض اللي انتوا قطعتوه ده. احنا ممكن نعمل حاجه، ممكن ناكل السلطه كده عاديه مع البيض، او نزود عليها التونه لو احنا بنحب التونه عليها حاجات مفيده، وتبقى كانها وجبه غدا، تبقى قويه مفيده جدا وقويه وبتقوينا وفيها كل العناصر اللي احنا محتاجينها، بتدينا نشاط وكمان بتحمينا انه يحصل لنا اي نوع من انواع الحساسيه. عرفتوا بقى هتقولوا لاصحابكم اللي عندهم حساسيه ايه؟ قولوا لي كده، هتقولوا لهم ايه؟ تقولوا لهم ياكلوا ايه؟ بيض وتونه وعسل ومكسرات. حلو، هنحط شويه زيت زيتون عشان يبقى ايه كامل الغذاء. وزيت. الزيت ده علشان نقدر نستفيد من العناصر ايه المهمه اللي موجوده في السلطه، لان احنا لو كنا سلطه بس كده من غير زيت زيتون ممكن ما ناخدش كل الاستفاده منه. في كمان عايزه اقول لكم الكركم، الكركم برده بيقلل الهستامين فبيقلل اي اعراض، فممكن نحطه كتوابل كده خفيفه ايه على السلطه مع الملح والفلفل. وكده تبقى السلطه بتاعتنا جاهزه وبالهنا والشفا. لو احنا عايزين بقى ايه ناكل نشرب إيه نحط عليها شويه ليمون ماشي، أو لو ما حطيناش مفيش مشكلة. عايزاكم بقى تدوقوها كده وتقولوا لي إيه رأيكم. ممكن نزود عليها إيه شوية مكسرات هتبقى حلوة جدا. دوقوا كده معلقة صغيرة وقولوا لي رأيكم إيه. ها حلوة؟ أيوة حلوة. ممكن دي تكون وجبة غدا لو إحنا زودنا عليها التونة زي ما قلنا دلوقتي. طيب خلينا بقى نتكلم بالتفصيل ليه الحاجات دي مفيدة وبتقلل من أعراض الحساسية. تعالوا مع بعض نعرف. أعراض الحساسية زي ما قلنا ليها شبه البرد، بنعطس وبنكح وكمان بيبقى عندنا حكة في الأنف. الحساسية ممكن تكون أنواع كتير، في حساسية أعراضها شبه البرد كده، بتكون كحة شديدة، ألم في الصدر، أو بتكون الحساسية عن طريق طفح جلدي وهرش جامد، ودي أشهر أنواع الحساسية اللي دايماً بتكون منتشرة بشكل عام. دلوقتي بقى نركز مع بعض علشان نعرف إيه الأكل اللي هيساعدنا في تقليل الأعراض دي ويمكن كمان يحمينا منها. أول حاجة العسل. لو الحساسية اللي عندنا نتيجة حبوب اللقاح، فأحسن حاجة إن احنا ناخد العسل اللي بينتجه البلد اللي احنا عايشين فيها، لأن النحل اللي بينتج العسل ده بيتغذى على نفس حبوب اللقاح اللي عندنا منها حساسية. كمان فكرة إن السمك التونة أو السمك السلمون أو الأسماك الدهنية بصفة عامة ياريت ناكل منها مرتين في الأسبوع على الأقل. سمك التونة أو السلمون أو السردين أو الماكريل
عشان فيهم أوميجا 3، فده بيقلل من الإصابة بحمى القش. بيأكد لنا إن عدم أكل الأسماك للناس اللي عندهم حساسية دي تعتبر خرافة ملهاش أي أساس من الصحة، إلا بقى لو حد عنده حساسية من نوع معين من السمك. في كمان الفلفل والبصل. جوه الفلفل والبصل مادة اسمها الكايرستين، ودي مادة كيميائية نباتية طبيعية بتساعد في تقليل إفراز الهستامين، وإحنا قلنا الهستامين ده هو المسؤول عن الحساسية اللي بتحصل في الجسم. كمان صفار البيض مليان فيتامين د، والفيتامين ده له دور في إنه يحافظ على حالتنا المزاجية، وده بيقلل التوتر، ولما التوتر بيقل ده بيخلينا إن إحنا نتنفس بشكل أفضل، فبتقل عندنا أعراض الحساسية. في كمان الكيوي، والكيوي زيه زي البرتقال أو الفواكه الحمضية بشكل عام مليانين فيتامين سي، وفيتامين سي ده من أهم العناصر اللي بتقاوم أعراض اللي بيعملها الهستامين زي سيلان الأنف أو الحكة أو الإحمرار. فياريت في موسم الحساسية نزود من أكل الكيوي والبرتقال أو الجريف فروت أو الليمون. في كمان المكسرات، ودي ممكن تبقى بديل حلو جدا للناس اللي مش بتحب السمك، لأنها مليانة بأوميجا 3 فبتدينا احتياجنا من السيلينيوم اللي ليه دور مهم جدا في تقليل الحساسية. آخر حاجة الأرنبيط والبروكلي، لأنهم بيزودوا خلايا المناعة فبالتالي بيقللوا من إفراز الهستامين، وده اللي مسؤول عن الحساسية. وبكده أكون قدرت ألخص لكم أهم الأغذية اللي تقلل من أعراض الحساسية الموسمية. وبكده نكون خلصنا حلقتنا النهاردة، أشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامج بيت ساره.